أن الجنة لا تنال بالأمانة بل لا بد من العمل. والذين يقولون نعتمد على رحمة الله ما عرفوا حقيقة الاعتماد، فإن الله جل وعلا يقول في كل مواضع القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال الله في سورة البقرة إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك إيش؟ يرجون رحمة الله. مو بآمنوا أولئك يرجون، لا، آمنوا وهاجروا وجاهدوا ثم قال أولئك يرجون. وفي أواخر آل عمران يقول الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل إيش؟ عامل، مو متمني، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يعني الجنة كما تنال بالصوم والصلاة قيام الليل وظمأ الهواجر، فهي تنال بالذكر، بالذكر، بل غراس الجنة كله في الذكر. أمر ثالث أعمال القلوب، هذه التي ترفع الناس عند الله درجات عظيمة. مثل إيش؟ الإخلاص، توكل، الخوف، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة ولمن خاف مقام ربه جنتان. الحب، حب الله عز وجل، حب النبي عليه الصلاة والسلام الذي يترجم بالعمل أيضا، توكل، الإنابة، الرغبة، الرهبة، الدعاء. تعجز أنك تدعو الله عز وجل وأنت مضطجع وأنت تمشي؟ كل هذه الأعمال القلبية أيها الإخوة ترفع الناس عند الله درجات.